هل يعذر الإنسان بالجهل في أمور العقيدة أو في الأمور المخرجة من الملة؟ العذر بالجهل على حالتين، الأمور الواضحة الظاهرة هذه لا يعذر فيها بالجهل لمن بلغه القرآن. القرآن ينهى عن الشرك، ينهى عن الكفر، ينهى عن الزنا، ينهى عن الربا، أمور واضحة هذه، من سمعها من القرآن وهو عربي فهمها. وهناك أمور خفية تحتاج إلى علماء يبينونها، الأمور المشتبهات، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهذه يسأل عنها ويهتدي إلى الصواب فيها، ولا يبقى على جهله، وبإمكانه أن يتعلم، أن يسأل، ما يبقى على جهله.